بالحلقة الأسبوعية من المناسبات الخاصة، الشيف جوزيف اخترنا مجموعة متنوعة من الكنبي لنزين جماعتنا. هاي شيف. هاي ملك. كيفك اليوم؟ نشكر الله، كيف صحتك؟ الحمد لله تمام. شو اليوم عنا حفلة مناسبة؟ يعني من المناسبات بتعرفي في أوقات كتير بيصير عنا مناسبات، خطبة، شو بيقولوا، جمعة، تخرج، أوقات بيكون واحد بس عنده معازيم على البيت قاعدين بيعملوا شيء ما بدهم ياكلوا أكل تقيل، بيعملوا شيء صغير بسموه فينجر فود بالإنجليزي، بسموه كانابي بالفرنساوي. حنعمل اليوم أفكار ممكن نستعملها بالبيت. أول وحدة حتكون بالبولنتا. البولنتا هي السميد، يعني تعرف الكسكس مثلا، الكسكس والسميد والبولنتا هن نفس العائله. بولنتا بالايطالي بسموها. اوكي، كمان في عندك بولنتا خشنه، بولنتا ناعمه. اللي حنعملها، حنعمل هلا عجين بولنتا، حنحطها بصينيه خليها تسقع، بعدين حنقطعها نعملهم مثل بان فرايد، نحمصهم شوي، مش يعني من مش صوتي، بنحمصهم من ميل لميل على بالمقلية، مع شوية يعني مسحة زيت بس حتى ما تلزق. بعدين هنحط على وجههم بيكن مع بصل وتون، وحط حدهم كاتشب. هنبلش أول شيء بالبولنتا لأنه حتاخد وقت. يلا البولنتا هي عبارة عن حليب. أوكي، هنحط حليب. ننتبه إنه الحليب ما يلدع معنا أكيد على نار واطية، صح؟ 100%. البولنتا في نوعين، في شيء اسمه سوفت بولنتا اللي هي بتصير مثل بيوريه، بولنتا صغيرة يعني طريه، اللي بتصير شكلها مثل بيوريه، بتقدم مع صحون كثير بايطاليا. مثل شو مثلا؟ مع لحمه، مع يخنه، بتكون بديل بطاطا بيوريه اما بديل الرز. اوكي، عرفتي كيف؟ اما بتنعمل شيء اسمه هارد بولنتا، بولنتا قاسيه، يعني بتنشد زياده على النار وبتتجلد، فيها بتصير بتتقدم مثل مربعات خبز يعني. لا لا لا، بتتاكل مع كمان مع الاكل، يعني يا مع يخني، مع حبه ستيك، بصير شكلها مثل ال مثل سلايس، ايه مثل التوست 100%. بس ما بتتاكل لحالها، بتتقدم على طول حط صحن، لانه بالنهايه البولنتا طعمتها مش بالهيدا، مش بالسميد تبعها، طعمتها اكثر بالمطيبات اللي بنحطهم فيها. حلو، فحنحط معها ملح بهار جوز الطيب. اول شيء حناخذ الملح.